السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زينب, how are you? الحمد لله. We revised today all سورة الحشر. ما شاء الله. Your recitation is good and your memorization is good, but you have to focus on ayah number 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. And ayah number 19. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Zainab, in your free time, practice this surah, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.